النبي نهى خديجة عن البكاء بوفاة ولديهما الطاهر والقاسم عليهما الصلاة والسلام أجمعين. أولا، قال الإمام الباقر عليه السلام: لما توفي الطاهر بن رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، نهى رسول الله خديجة عليها السلام عن البكاء. ثانيا، وقال عليه السلام: دخل رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام على خديجة عليها السلام حين مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ أما ترضين إذا كان يوم القيامة يأخذ بيدك فيدخلك الجنة؟ ثالثا، فلماذا الجزع والتعداد والنوح والعويل؟ رابعا، ولماذا الطقوس والمواكب والمسير وركضة طويريج والسلاسل والتطبير وكلاب رقية والزحف والنار والجمر والتطين؟ المهندس الصرخي الحسني.